حياكم الله جميعا. يا حياك. مسعود، اول شيء اصح رسالتك طبعا على الكلام اللي رد على الدكتور حمود فليطح. احترام، انا احب الدكتور حمود بضاري والنعم فيه، بس سبب دمار الرياضه اول شيء الهيئه والاتحادات والانديه. جماعه ما في منظومه. وبعدين ابو سعود صار بينك يرحم والديك، خلنا نكمل، صار بيني بينك وبين الكابتن مؤيد نقاش، وصح كلامك، هو يقول لك نبي تعيين وانت تقول له لا التعيين ما ينفع انتخاب، انت صح كلامك، بس الجو مو مناسب يا ابو سعود. اسالني، هذا مجال رياضه، دوله كامله توه، يمكن محللينك مو عارفين رياضه معاقين، وانت تعرفها ابو سعود، توه مش انديه ولهم اشهار ونزلت لهم ميزانيات. دوله ما عدلت رياضه معاقين، تبي تتعدل رياضتكم؟ رياضه معاقين ما تعدلت، شوف ثلاث انديه قاعدين بنادي واحد، تمشيهم ميزانيه على شنو؟ ما تعطيهم امثله. انت مو تقول ابشر النوادي معاقين عشان اغطي صباح على احمد والجهره، روح شوف ثلاث انديه بحوالي يتمرنون، مو حرام نادي ورضه ما له مكان، نادي مبارك ما له مكان، نادي الاراده ما له مكان، نادي التحدي. يا رجل نادي برقان، نادي القرين ما له مكان، تبي نادي حق المعاقين يحطوا له مكان؟ يا زعيم من صدقك انت، ما لنا حق يا ابو سعود. لك حق، بس هو نادي نادي قائم مشهر. لا شوف، ابى اختصر لك كلامي ابو سعود، بعد شبني هذا، اختصر لك كلامي. احنا ترى المعاقين نزعل اذا تنظر الى نظره ان هذا معاق وسخ. لا لا انا ما انظر ان انت، لا 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 تفكر، لا 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 هذا امر اخر، لا تدخلني في متاهه ثانيه يا هزاع. انا قاعد اقول لك، انت تقول لي نادي معاقين ما له مقر، انا قاعد اقول لك نادي مشهر، نادي حق اصحاء. كم نادي المعاقين؟ في 100 واحد، هذا نادي اصحاء في يمكن 500 واحد، 600 واحد يشارك مسابقاته المحليه، وميزانيته ما ادري نص مليون ما ادري كم، تقول لي نادي معاقين؟ الله يهديك، هذا نادي اصحاء ما له مقر، تبي نادي معاقين؟ من يقول لك 100 واحد؟ كم واحد؟ 200؟ لا روح اسال هيئه. كم واحد؟ ما ايش دراني؟ يعني انت اكثر من يعني النادي هذا مال المعاقين اعضاءه اكثر من القرين؟ ما يصير. مو كذي اعضاءه اكثر من برقان؟ ما يصير. مو كذي كلامك عادل هزاع، المفروض يسوون لكم للمعاقين وللانديه الثانيه كلها، يعني احنا دوله فقيره، الحمد لله دوله احنا بخير، وهذا المفروض عدل، كلامك انت صح عدل، يسوون لكم انت ويسوون لذلك بعد للجميع. ابو سعود بس خلينا شنو اللي ينقصنا احنا؟ هزاع كلامك عادل. هزاع هزاع. نعم اخوي. الله يحفظك، انا عتبي عليك نقطة واحدة، تبي تقول احنا المعاقين؟ لا، انتوا اصحاب الهمم. الله يعطيك العافية. اي والله انتوا اصحاب الهمم، انتوا منا وفينا، انتوا احد مكونات هذا المجتمع. لا تفكر، لا ما ابي اسمع اي شخص يقول احنا معاق، لا احنا وياكم في قارب واحد، اللي يضركم يضرنا واللي ينفعنا ينفعكم. انتم اصحاب الهمم او ذوي الهمم. زين اختمها بس خلها على لسانك هذه دائما. تفضل. ما عليه تفضل راسك. اختمها بسالكم سؤال، رياضه المعاقين رياضه تنافسيه ولا تسليه؟ لا تنافسيه. تنافسيه وعندنا ابطال اولمبيين. هني الاعلام غايب عنا يا ابو سعود. صح. انا يخصني الاعلام اللي ما يعرف برياضه المعاقين، يسال اسئله تقليديه. وين دور الاعلام؟ فاهم قصدي يا ابو سعود؟ ما في الا تطلع ابو سعود. والله يا اخوي يعني هم دوركم انتم، يعني اليوم الاخوان في نادي المعاقين، في انديه المعاقين، يعني يحطون لهم برنامج خاص، يتفقون، ومكتب معالي الوزير مفتوح، مكتب اخوي تركي المطير ابو عبد الله مفتوح، روحوا قعدوا معاه، قولوا له نبي برنامج خاص حق ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم او حق المعاقين، والله ما راح يقصرون معاكم، وبدال برنامج راح يحطوا لكم برنامجين بعد، مو برنامج واحد. الهيئه فاتحه ابوابها كلها. لا اتكلم عن الاعلام، ويتكلم عن الاعلام. فاليوم يعني تاكد ان هذا الامر ما راح يقصرون فيه معاك الاخوان، لا انا متاكد، واخوي تركي المطيري ترى داعم لاخواننا المعاقين وذوي الهمم دعم غير طبيعي، وانا اعرف ابو عبد الله في هذه الناحيه، تاكد من هذا الجانب. اخوي